لتجاوز حالة انتظار التعيينات في مختلف شرائح الشباب وخاصة لدى الخريجين، بدأت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاعتماد على النفس عبر اكتشاف المواهب وصقلها أو التوجه لتعلم مهنة تكون مصدر عيش للكثيرين. وضمن هذه التوجهات احتضنت كلية التربية الأساسية بجامعة تكريت بازارا لعرض الأشغال اليدوية بقطاعات مختلفة وبيعها. واعتبر القائمون على العمل المبادرة بمثابة رسالة للمجتمع تعبر عن إمكانية توفير فرص عمل من خلال أعمال فردية أو مشاريع جماعية صغيرة تمكن أصحابها من تجاوز البطالة وتأمين العيش بدرجات متباينة. للتفاصيل نتابع تقرير الزميلة أسيل نوري. العشرات من المشاريع الإنتاجية احتضنتها كلية الآداب بجامعة تكريت ضمن بازار تبنته الكلية دعما للمشاريع الصغيرة وخلق فرص تسويقية للمنتجين. حقيقة سوق الإبداع عملت كلية الآداب برعاية السيد رئيس الجامعة المحترم، وتم افتتاحه من قبل الأستاذ الدكتور حسن مساعد رئيس الجامعة الشؤون العلمية. حقيقة كما تلاحظون البازار متنوع، فيه كثير من الأعمال اليدوية للطلاب سواء الخريجين أو طلاب حاليا في الجامعة. حقيقة هو فرصة ان هؤلاء الشباب انه يبيعون البضاعه مالهم، وفرصه انه يعرفون المجتمع ويعرفون الناس بالاعمال التي يقومون بها. حقيقه هذا البازار ونسميه السوق هو مهرجان فيه ابداعات للشباب غنائيه، فيه شعراء، فيه مصممين، فيه ديكورات، فيه كثير من الادوات المنزليه. هاي اللي تشوفونه يعني عدد كبير وهائل من الشباب يمتلكون بيجات، هاي البيجات هي توصيل الطلبات. الهدف من اقامه هذه هو دعم لهؤلاء الشباب، وكذلك عندنا فقراء وعندنا المتعففين اضافه الى ايتام. الريع كل هذا السوق الابداعي هو ريعه للايتام المتعففين. بدعوة كريمة من جامعة تكريت كلية الآداب، حضرنا هذا اليوم البازار المقام على داخل أروقة جامعة تكريت، تحديدا كلية الآداب. صراحة لاحظنا إبداعات الشباب من الطلبة ومن الخريجين من الأعمال اليدوية والأعمال الحرفية، أعمال متنوعة صراحة تنم على طاقات شبابية رائعة جدا. أيضا فرصة لتشجيع العاطلين عن العمل على مزاولة هذه الأعمال ومن ثم عرضها سواء في الأسواق. وهذا المكان الرائع صراحة، هذا البازار فرصة لعرض الصناعات اليدوية اللي يقوم بها الشباب من كلا الجنسين. أعمال لاحظنا أعمال حرفية رائعة سواء الخط أو الحياكة أو صنع أنواع الأكلات والمعجنات والحلويات. اليوم نشهد على غرار البازارات الأخرى بازار الآداب الموسوم ببازار الإبداع، وحقق هذا العنوان لم يتم فراغه إنما جاء من خلال الإبداعات اللي قدمها الطلبة في هذا المجال في هذا المضمار. وحقيقة اليوم احتوى هذا البازار يأتي في إطار تنشيط الفعاليات الطلابية الصفية وتفعيل دور الشباب الذي ليس لديهم توظيف، الاهتمام بالأعمال اليدوية والأعمال الحرفية والصناعات والأغذية ومجال التسويق. وهذا سياسة ترسم جامعة تكريت لاستقطاب الكفاءات من الشباب والشابات، وإن شاء الله سيكون لنا بازار كبير بعد في النصف الثاني من هذا العام الدراسي 22-23، وإن شاء الله سيكون البازار شامل وفيه فعاليات طلابية. صناعة العطور وأشغال يدوية وأكلات شعبية ونحت ورسم عكست قدرات إبداعية لشباب جعلوا منها مشاريع وخلقوا منها فرص عمل لهم. برعاية رئيس جامعة تكريت وبإشراف دكتور مربط عميد كلية الآداب، قام شعبة النشاطات الرياضية والفنية في كلية الآداب بمهرجان الإبداع. هذا المهرجان تضمن عدد من الفقرات، وهي المبدعين من طلابنا الرسامين وأيضا الكتاب والشعراء وأيضا مطربين، وقام سوق شعبي أيضا للخريجين
الخريجين والعاطلين عن العمل لعدم وجود فرص عمل، فأعطيناهم يعني فرصة أنه ترويج لبضاعتهم وأيضا بيجاتهم. المهرجان ده شوفوا انتم يعني ما شاء الله عليه اقبال رغم الجو اللي صار من ضباب ومطر، بس اقبال الطلاب ما شاء الله عليه النجاح. عندنا مجموعه من الايتام يكون ريع البازار لهم. خطوه حلوه ونشجع هاي البازارات لانها مفيده لاصحاب الدخل المحدود والاعمال اليدويه. كل شخص صاحب ميز هو اعتمد على نفسه وعاف الوظيفه الحكوميه اذا جتي او لا، اعتمد على نفسه، ناس تبيع، ناس تطرز، ناس تخيط، ناس ترسم. احنا نشجع هاي الخطوه وشكرا. البازارات اول شيء شوف الناس انه احنا ماكو شيء ما يعني مو الا انه وظيفه او شيء، لازم واحد يجتهد على نفسه، وبالاخص البازارات هو دعم لنا، دعم مواهبنا صناعتنا لحتى ما نضل بالبيت، لازم احنا يعني نوسع من شغلنا، او البازار يعطي دافع انه احنا اذا نشتغل نقدر نحقق اللي نريده. استكمالا لدورها الأكاديمي، تنتهج جامعة تكريت اليوم نهج دعم مشاريع شبابية واعدة تعزز اقتصاد البلد وتخلق فرص عمل. قناة صلاح الدين الفضائية، أسين نوري، تكريت.